السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. دي جماعة صلاة العيد عندنا كانت في المسجد، وصلينا في المسجد وبعد كده بقى كان زحمة قوي ما عرفتش اصور. خليكم معايا لاخر الفيديو، فيه مفاجآت حلوة. دي جماعة حفلة عيد ميلاد ايلين قريبتنا، فانا ايه هسيبكم بقى كده مع الحفلة وخليكم معايا في اخر الفيديو، برضو فيه مفاجآت جامدة وحلوة، خليكم معايا. كانت حفلة جميلة، كل سنة وانت طيبة. إيلين وأحمد أهو وجنة وتوتا، توتا أهي كانوا فاصلين خالص مش عارفة. كان دي جماعة إيلين ودي مامتها وباباها، هي جدتها تبقى عمتي، يعني باباها يبقى يعتبر ابن عمتي. فخليكم معايا لآخر الفيديو، مقلتلكوا فيه مفاجآت حلوة. وجنة وتوتا كان معايا وأحمد، هوريهم لكم دلوقتي. مش عارفه كانوا يوم العيد كده مالهم، ما كانوش راضيين يصوروا معايا، بس مش عارفه ليه كانوا متضايقين كده، لاننا بصراحه ما نمناش خالص، كنا مطبقين نمنا بس الدور كده شويه ساعه كده بس، كله كان تحس ان المود بتاعه كده مش تمام، وكنا زعلانين عشان رمضان خلص. ده لينا اهي، وانا دلوقتي بنادي لاحمد، احمد اهو جاي لنا دلوقتي. يا جماعة ناديت، أنا توتي مايدي، توتي مش عاوزة يروح بس يحت عيد الميلاد بتاع بس إحنا تنا مش عاوزين نحضر أنا وتوتي بايدو، تنا مش عاوزين يحوينا، كنا عايزين ننام بس إحنا رحنا وخلاص. في الآخر وفي الآخر إحنا روحنا دنا وتتوين، وكمان الصبح إحنا رفنا على المحلات علشان نجيب لها هدية، ومصور لكم بقى الصبح وإحنا في المحلات، فخليكم معايا لآخر الفيديو هتشوفوا المحلات اللي إحنا رحناها عشان نجيب منها هدية، وهنوريكم إحنا جبنا. في مفاجآت كتير. طب قولهم كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. يلا يا جماعة بقى نسبة العيد التاني. العيد التاني لسه ما جاش يا احمد. كل سنة وانتم طيبين وبخير، واللي متابعني بقى يحط لي لايك، اللي مش متابعني بيتفرج على الفيديوهات يعملوا لي بقى اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة. بشكر جدا كل الناس اللي متابعين. دي يا جماعة بصوا بقى احنا الصبح واحنا بنلف على المحلات عشان نجيب هدية لإيلين، ومش عارفة بقى ينفع اوريكم الهدية اللي انا جبتها لها ولا لا. بصوا اقولكوا عليها، يعني بصوا احنا لفينا اهو زي ما انتوا شفتوا الدباديب دي كانت عاجبة احمد قوي بصراحة، المحل كان جامد وكان نفسنا نجيب كل الالعاب اللي احنا فيه. تانية ده ما عفيتي، ده لعبة اسمها لعبة الصبايا تسعة. انا كنت عاوزة اشتريها بس لقينا بفلوس كتير، واحنا انت اشتريت لعبة تانية. احمد يا جماعة اشترى لعبة تانية هنوريها لكم دلوقتي. وهو احنا هنتفرج على بصراحة حاجات كتير زي ما مزوار من تحت المحل يا جماعة. بصراحة كان مليان ألعاب كتير، وإحنا كنا محتارين ناخد إيه ولا إيه، وكان في لعب حلو كتير. يا جماعة كنت عاوزة أخد طول اللعب اللي كان في لعبة وايد اسمها تيدا بلابل. استنى بس أوريهم الساعة، أنا كنت عايزة أجيب ساعة، فالساعات دي كانت عاجباني بس بصراحة لحد دلوقتي ما فيش حاجة داخل دماغي. أنا يا جماعة عاوزة أجيب ساعة. الدباديب دي احنا شفناه من بره صح؟ احنا قلنا اسعار من بره. لا اسعار من بره. طيب الدبدوب الكبير ده بقى في كام؟ ده عامل 210، واللي جنبه؟ واللي جنبه عامل 85، والقطة الكبيرة دي؟ القطة دي عاملة 125، بتغني وبتنور. والدباديب دي بتغني وتنور ولا لا؟ لا القطة اللي بتغني وتنور من عينها. ماشي. دي بلورة بتشتغل اهي. ماشي.
بتلف اللي جواها ولا هي كده بس؟ اه جواها بتلف. في اشكال، في الصبورة بتلف، بس في بحجارة وفي من غير حجارة. من غير حجارة ده ايه؟ شحن. الله جميل. عاملين كام دولار؟ دول عاملين 2000. لا حلوين شكلهم حلو. طب اتضيروني فين؟ اتضيروني. ده عامل 45، بيتحط فيها هدية من جوه، مثلا زي خاتم كده، سلسلة كده، تحطي كده وتقفلي. شكل اه شكل كده حلو. شكله حلو اه. حطي بقى مكانه كده تاني. وريني. الله بقى كان نفسي بوزي. ده بودي. بودي وبوزي يطير. وبوزي يطير. طب لو التتين هنا هيطلع الدنحات؟ الدنحات الدنحات. احنا نطلع اصلا. نعم. بوزي يطير. بازي كتير وهودي وصاحبتهم معرفنا اسمها شو ب 145 صح؟ ب 145 جميلة. والبطاطساية كل اللي معايا. البطاطسين واللي تحت زيه صح؟ لا اللي ورا ده معدى. المجموعة التانية. المجموعة التانية مجموعتهم الباقية. جميل والله شكله حلو. حاجات حلوة أساميهم. حلو. حاجات مهارة. وده جيتار صح؟ ده جيتار بيشتغل حقيقي وبيعزف. بكام؟ ده بمية. والحاجات اللي السمك والحاجات دي لعبة سمك صياد اسمها الصيادة 45. والحاجات دي؟ دي الزراعة ب55، زرع وحاجات من دي 55 بس؟ هو ده بتاعي. جميل. بيطلع بلالين اللي هو بلالين الصابون. اه هم عاملينها فوق عربيه. اه استنى بتعمل 45 مطبخ في سمكه وفي بوتاجاز والست اللي بتطبخ والست العروسه ايه. كده عامل 25. 25 بس؟ اه ان شاء الله. والله جميل. في قلبه مغرفه حاجات المطبخ وحاجات البوتاجاز ومعاه الحله ومعاه الطاسه. ده ايه؟ بيتزا. دي تورتايه. تورته مش تورته. مش بيتزا. ساعات بتغيري لها الاثنين دول وتشيلي تحطي مكانهم برتقال معاها كيك معاها قرصه معاها شوكه ومعلقه معاها سكينه ومغرفه زي الحقيقه. زي الحقيقه. دي مطبخ عامل 70 جنيه. حلو. معاه العروسه ومطبخ كبير معاه القطاعه والبوتاجاز بعينين والحله المكبس. والله جميله. معها البراد والبيضة والحلة والقطاعة جميل. تسريحة؟ دي اه دي لعبة تسريحة صح؟ لعبة التسريحة؟ عاملة 40 فيها مراية وغوشتين وستوكة شبه المشبك كده وتوكة ربط وبنستين وتوكة فراشة ومشت. عربيات ب60؟ اه دي عاملة 65. 65 اه. واللي مكتوب فوق زي جراش اهو. زي جراش. لعبة الجراش. اه لعبة الجراش. اللي تحتها زي في منها شكل تاني اهو. وفي منها شكل تاني برضه اهو. دي كاشير صابون والحاجات دي زي مثلا ادوات التنظيف. باز. مش هسيبها. بصوا يا جماعة احمد اشترى ايه؟ تعالى بقى نقعد نفتحها. طب تعالى نشوفها الاول. استنى هاتها الاول كده قبل ما تفتحها. عايزه اشوفها. هشوفها. طيب ها هتعرف تفتحها ولا افتحها لك انا؟ شيل اللزق اللي على الجوانب ده. بص شيل اللزق. اساعدك؟ لا هتعرف. ها ايوه انا عايزه فيها تكفي. شيلها. واو جميله. اه حلو. احنا نضيعها. اعدلهم بس اعدل. مش كده يا احمد. بص اه ده من قدام. من قدام ما تدخلش مش هيقع اهو. ايوه شيل ده بقى من عليه ده. بص بقى كده ما تدخلش. ده ايه؟ بطاطسايه. اه بطاطسايه. طلعها كده.
بالروح بالروح. مش عارف اساعدك.